الحقيقة بداية أخبارنا بالتأكيد هتكون من عند منتخبنا الوطني، والتصريح أو البيان اللي أعلنه اتحاد الكورة اللي كان فيه كلام كتير جدا عن محمد صلاح. تعالوا نقرأ البيان جايبينه لحضراتكم. اتحاد الكرة يعلن عودة محمد صلاح إلى إنجلترا بعد مواجهة الراس الأخضر. بان بيقول بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهازين الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل. ويمكن البيان واضح وصريح، الراجل مش مسافر لأي سبب ما، الراجل مسافر عشان يتعالج ويرجع مرة تانية، لأن تقريبا الإصابة هتاخد حوالي من أسبوع لعشر أيام. فده أحسن موقف لمحمد صلاح، إنه إن شاء الله في حال تأهل منتخبنا لمباراة قبل النهائي ومباراة النهائي إن شاء الله يا رب، نلاقي محمد صلاح موجود ومكمل في البطولة ومع منتخبنا.